السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة بانوراما للأعمال الخشبية. يا ريت قبل أي شيء يا جماعة تشتركوا معنا في القناة، اللي لسه ما اشتركش تضغطوا لايك للفيديو أو إعجاب علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. كمان ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو أو مقطع جديد بننزله إن شاء الله على القناة. إن شاء الله هنقدم لكم النهاردة في المقطع اللي معنا ده، هنقدم لكم طاولات أو ترابيزات ركن متنوعة الشكل. نقدم لكم أشكال طاولات للركن تناسب جميع الركن، سواء ركن كلاسيك أو ركن مودرن أو حتى ركن دمياط اللي هي مشغولة يعني فيها رسومات. الأشكال دي تناسب جميع الأشكال دي يعني. كمان الترابيزة اللي معانا ديت هنقدم لكم أشكال، منها قطعة واحدة، منها ترابيزة بتبقى قطعة واحدة، ومنها ترابيزة بتبقى متقسمة لجزئين، وفي ترابيزات بتبقى متقسمة لثلاث أجزاء. طبعا كل شكل على حده يعني. كمان انا عن نفسي بفضل الترابيزة اللي هي الخشب اللي هي بتبقى عليها قرص ازاز او رخام، بفضلها عن الترابيزة اللي هي بتبقى خشب ومطوية قماش او مطلية قماش. يعني انا بفضل عن نفسي الترابيزة الخشب عن الترابيزة اللي هي بتبقى كلها قماش. طبعا لدة اسباب، اول شيء ان الترابيزة اللي بتبقى كلها قماش صعب ان هي تتنظف، يعني لو توسخت او اتسخت او وقع عليها بواقي شاي او عصير او اي حاجه ساقعه او اي او بواقي اكل حتى من اللي بتقدمه للضيوف صعب تنظيفها. كمان القماش من السهل جدا ان هو يتقطع، يعني لو عندك طفل ولا حاجه، وطبعا حضراتكم عارفين ان الاطفال وشقوتهم ممكن يلعب في القماش ده بموس او بمقص او باي شيء حد، يعني ممكن يقطع القماش. بغض النظر عن القماش اتوسخ او اتوسخ او اتسخ او اتقطع، ولا كمان القماش اصلا بطبيعته مطاط، يعني مع الوقت تحس ان القماش اصلا اتمط وبقى مبهوق كده ومش شكله حلو. فطبعا دي ميزه للترابيزات الخشب. لكن الترابيزات الخشب مهما كان، يعني لو وقع على بواقي اكل او اي عصاير او اي شيء تنظيفها سهل جدا، يعني من السهل جدا تنظفها. كمان الترابيزات الخشب متينه، يعني متانتها بتبقى اقوى شويه. تاني حاجه بقى، الترابيزات اصلا كمان اللي هي الخشب فيها اشكال متعدده الاشكال شويه، يعني فيها اشكال كتير. تاني حاجه فيها كذا جزء، يعني بتبقى متقسمه دايما في الغالب اجزاء ممكن جزئين او ثلاث اجزاء. ممكن بتقدم جزء للضيوف وجزئين مثلا بتركنهم في الركن، تحط عليهم تليفون او بوكي ورد او فازه ورد او اي شيء من هذا القبيل. يعني كمان الترابيزة اللي هي الخشب بتبقى دايما في الغالب يعني على عدة أشكال، ممكن تعملها على جزئين أو جزء واحد زي اللي قدام حضراتكم ديت. ممكن تضع عليها كتب، يعني ممكن تستخدم جزء منها تحط عليها كتب مثلا أو فازات أو بوكيهات ورد مثلا، والجزء التاني للتقديم عادي يعني. فدي ميزة كمان للترابيزة الخشب. طبعا أنا مش هطول على حضراتكم وأسيبكم على الفيديو تتفرجوا عليه بتمعن وتتفرجوا على الصور. هسيبكم على الفيديو تتفرجوا براحتكم، بس في النهايه ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو يا جماعه، ضروري قوي تضغطوا لايك للفيديو علشان تدعمونا، وما تنسوش تشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.